ممكن يا حاج نوفل ولا فيها مشقة الطفل اللي يتهرب بالتعليم يبدع في مجال الصنعة أو مجال التشغيل؟ طبعا. يعني بتشوف طفل مثلا فشل في التعليم خلاص ما يعني انا حاولوا اعرف معاه. ناس اخترعت حاجات من الكنترول والكهرباء وكانوا اصلا من 8 سنين في مجال الكهرباء. لا يعني من سنهم 8 سنين وما اه اتعلموش؟ اتعلموا وبيبدعوا وبيخترعوا حاجات. لا ما اتعلموش في المدارس؟ ما اتعلموش في المدارس. وبيبدعوا وبيخترعوا حاجات؟ بيخترعوا حاجات. وما عندوش مهنة القراءة ولا الكتابة ولا أي شيء على الإطلاق، ولا مثلا تعلم لمرحلة معينة مثلا. اتعلم لمرحلة مثلا عن 8 سنين ماشي، ويعني يا دوبك عارف بطلاسم. معاه بقى كبر بيخترعوا حاجات؟ يعني وصلوا لمستوى من الإبداع بيخترعوا حاجات وبيخترعوا. يعني أنا واحد أعرفه معرفة شخصية جامدة يعني ما شاء الله، يعني كان بيروح ساعتين زمن عشان خاطر كان في مشاكل في تكييفات في الفنادق، في حاجات مثلا في الاريهات وكونسول، يعني اخترع حاجه قاعد بعد الساعه 2 بالليل و3 بالليل ويجيب كتب والكلام ده كله، واخترع ان مثلا التكييف يشتغل على اقل سنسور. جميل. اذا ممكن الطفل او تشغيل الطفل يؤدي الى خلق ابداع عنده.